بس الحمد لله يعني الدنيا ما مشيتش في سيراميكا زي ما احنا عاوزين، لكن وانا لسه كنت بتكلم مع كابتن احمد سامي من شويه، فرقه سمعت جديده كابتن ولعيب من هنا ولعيب من هنا ولعيب من هنا، التجانس برضو بيفرق يعني. اكيد طبعا اكيد انت جايب لعيبه فعلا زي ما انت تاخد بتقول يا وقت كابتن يعني. كريم. طبعا لعيبه، وكمان في لعيبه صغيره كتيره موجوده من الدرجه التانيه كانت محتاجه وقت 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 كان وخبرات وكده. بالظبط. حته الانسجام دي بالنسبه للعيب المصري مهمه جدا، اي لكن احنا تعبنا معاهم، والكابتن احمد يعني بامانه ربنا تعب جدا. وحته ان هو ياخد القرار ان هو يمشي دي ما كانتش سهله خالص، لكن وصلت لمرحله ان انت يعني حسيت ان السيناريو الماتشات، انا سمعت كابتن احمد بيتكلم معاك تقريبا، انا يعني نفس الكلام اللي هقوله لك، الماتشات بتتعاد نفس السيناريو نفس السيستم وان سايد جيم، الماتشات كلها كان في عدم توفيق شويه. غير طبيعي، عدم توفيق غير طبيعي. واداره النادي برضو سيراميكا مستعجلين، بصراحه عايزين جايبين لعيبه عايزين ياخدوا مركز. لا خالص لا خالص، يعني هم احنا كابتن احمد من نفسه لما حس ان هو مش هيقدر يحقق التارجت اللي هو عايزينه في اللي النادي. هم عايزينه في النادي واللي هو كان بيطمح له، خد القرار ان هو عايز يمشي. والقرار ده يعني تقريبا اللي انا عرفته ان هو كابتن احمد عرض على مجلس الاداره القرار ده 3 مرات. والله والله العظيم. بس ده كان لسه قبلها باسبوع متصورين مجددين العقد لمده ما هو موسم. الاستاذ طلع منين برضو يشكر ان هو يعني كان في كلام يقال ان الكابتن احمد ممكن يمشي وعلى السوشيال ميديا والكلام ده، فبينفي فالراجل الكلام ده. بالظبط، فالراجل عارف قدرات كابتن احمد كويس جدا، وعارف ان احنا بنشتغل مع الفرقه، وعارف ان هو الراجل برضو كروي شويه، وعارف ان الفرقه فيها عدم توفيق باينه جدا لمصر كلها ان احنا بنوصل للجول، اكتر فرقه في الدوري بتوصل للجول أي. كل ماتش، لكن عندك المشكله في الحته الخط الهجومي، هي دي اللي كانت المشكله بالنسبه لنا، ان انت ازاي تترجم الشغل رغم عندكم وتترجم. ايبوكا كان وميدو جابر ما هي واحمد دي ياسر المشكله غيره بقى ومحمد يعني. ابراهيم، ما هي دي ما شاء المشكله، الله يعني. هي دي المشكله يعني، هي دي المشكله ان احنا اول ماتش المصري قدمنا شكل كويس 3-0 وكسبنا 3-0. فاكر. اه تعرفش بقى خدنا عين ولا ايه، فمن بعدها كان في مشكله فعلا قدام في الخط الهجوم بالذات، وبوكا واحمد ياسر يعني ما كانش انسجام، ان كان كل انسجام. واحد جاي من نادي وكان محترف في لا بس في تركيا. حاجات برضه يا كابتن كريم، انت عارف اللي حاجات اللي هي الفرديه اللي هي مش محتاجه انسجام، انت بتبقى مثلا كوره انت وجول، كوره حاجات بتضيع بهيدرز سوء مثلا توفيق يعني شويه. بالظبط، يعني كانت باينه بشكل كبير جدا يعني. طيب